في الطائف جمال الطبيعة وبساتين الورود وأثار تاريخية خلدها الزمن أسهمت في خلق بيئة خصبة لمحبي التصوير الفوتوغرافي من الشباب والشابات. بداية التصوير الفوتوغرافي معايا إيمان حاذان كان كموهبة في البداية، تحولت بعدها إلى ممارسة وشغف. طبعا كانوا صاحباتي والأهل جدا قريبين مني، تقريبا في البداية كوننا جروب نعمل فيه دورات، نعمل فيه ورش، نعمل فيه رحلات على أساس نطور مهارات بعض. بداية كانوا تقريبا كان على 2014 جدا محدود الدورات، نعمل فيه كل فترة ورش، محاضرات، كلها تشمل التصوير الفوتوغرافي. طبعا أكيد سواء أنا كإيمان أو كغيري من المصورات أو المصورين صار اهتمام جدا كبير في التصوير الفوتوغرافي من جميع النواحي، سواء تراثي، سواء تغطية فعاليات أو مؤتمرات تصير في الطائف. وأتوقع أن التصوير يعني الكل يعرف أنه هو الشيء الوحيد اللي يقدر يوصل الرسالة للعالم. جدا جميل، صح يمكن كان في البداية جدا صعوبة في الموضوع، لكن الآن الكل بيتمنى يصور، الكل بدون استثناء سواء مصور أو غير مصور، محترف أو غير محترف، بيملك كاميرا عشان يغطي الذكريات ويغطي أيامه الحلوة. عند مرحلة ما يتعين على الفرد التوقف عن التقاط الصور بشكل عشوائي والبدء في التقاط الصور بشكل احترافي، سواء كانت بغرض المتعة الشخصية أو من أجل بداية لمستقبل مهني احترافي في التصوير الفوتوغرافي. أول شيء عهود السعدي، مصورة مناسبات وأشخاص. البداية كانت هواية عام 2009 تقريبا، بعدها على 2013 دخلت في مجال تصوير الأشخاص والأعراس بالممارسة والتعلم كل يوم، التغذية البصرية، تجربة أشياء جديدة توصل للاحتراف إن شاء الله. الصورة هذه كانت من ضمن رحلات ألوان السعودية في ثقيف، اللي شدني فيها أنه تمسكها بالتراث، بتفاصيل اللبس، بالمكان، بالنظرة. توثيق المناسبات كان تجربة في البداية، بعدها مع الوقت تحول لمتعة، تحول لبزنس، تحول لمشروع كبير إن شاء الله. بداية شموخ النمري مع تصوير الفوتوغرافي كانت هواية، وكان تصوير جدا عشوائي لبعض لقطات الطبيعة اليوميات، ثم انتقل بعد ذلك إلى تصوير الاحترافي. بدأت بأخذ دورات تدريبية والتعلم الذاتي والممارسة مع مرور الأيام، حتى بذلك أصبحت الآن مدربة تصوير فوتوغرافي ومصورة. مثل هذه العقبات أتغلب عليها بالإصرار مع الإيمان الكامل بربي ووجود الأمل في الحياة، يستطيع أن يتغلب هذه العقبات واجتيازها. عليها أن تكون عندها رغبة في تعلم التصوير الفوتوغرافي، فإذا وجدت الرغبة تقدر أنها تصير تتعلم وتشوف، تنتبه للسيرة الذاتية للمدرب وأعماله بحيث أنها تكون تأخذ دورات أساسيات صح. جدا مواقع التواصل الاجتماعي ساعدت كثير، فأنا كانت بدايتي من إنستغرام، فساعدت في انتشار الصور والإبداع لدى بعض البنات وكذلك لرؤية أعمالهم. سبب اختياري لهذه الصورة هو منظر الضباب وعلى الجبال، فكانت النتيجة تمازج جدا حلو بين الضباب والجبال. موهوبات في سماء الإبداع هو العنوان الأبرز لهذا التقرير. إيمان الحوذان، عهود السعدي، شموخ النمري. الأنامل الرقيقة اختارت أن تحمل الكاميرا وترسم أحلامها الملونة بالضوء. فتيات أظهرن قدرات فائقة في إبراز مقومات محافظة الطائف السياحية والتراثية والثقافية، وتفاعلن مع الحياة من خلال تلك العدسة الصغيرة. إنه تصوير البنات ضوء ينبض بألوان الحياة، فهل يكون لجمعيات الثقافة والفنون دور أكبر في دعم وتنمية هذه المواهب؟ لبرنامج حياتنا، طاهر الثقفي، الطائف.